شاركنا رحلة تغيير حياة 300 طفل عم بيعاني من ضعف السمع بشمال سوريا. خلينا نغير حياتهم معك خلال شهر رمضان المبارك عبر تزويدهم بسماعات طبية. بشمال سوريا عم تتنوع الأسباب اللي عم ترفع من أعداد المولودين بإعاقة سمعية. يمكن حال الوقت لنقدر نغير حياة العديد من هدول الأطفال. منظمة سيما مشكورة هي اللي عم بتقوم بهي الحملة، وهي بحاجة مساعدتنا لتقدر بدورها تساعد هدول الأطفال عبر تزويدهم بسماعات طبية. كلفة تركيب سماعة أذن طبية مع جلسات تأهيل وتعليم نطق هي 300 دولار. هذا المبلغ قادر على أنه يعيد السمع لطفل عم بيعاني منذ سنوات. أي مساهمة مهمة، أي مبلغ تتبرع فيه حيكون له تأثير كبير بحياة هدول الأطفال. خلونا سوا نمسك بإيدين بعض لنغير حياة هدول الأطفال، ولنخليهم يبلشوا يحققوا أحلامهم الجميلة.